برينجلز أوريجينال، أفضل رقائق بطاطا. هذه هي الأصلية، هم العشاق لها. سنرفع الغطاء على العلبة هكذا، ثم نفتح العلبة ونرى ما في داخلها. أولي، إنها رقائق بطاطا تبدو لذيذة جدا. واو، هناك كثير. برينجلز أوريجينال، واو، إنها مقرمشة، صوتها جميل. سنأخذ إناء ثم نضع هناك البطاطس. chips، best chips in world. واو، مقرمشة جدا. لونها أصفر، هناك كثير. سنسكب كل في الإناء. واو، هذا ما في داخل العلبة. نضعها هنا. واو، تبدو لذيذة ومقرمشة. هل من عشاق هل أنتم تحبون برينجلز شيبس؟ برينجلز أوريجينال شيبس؟ إن كنتم تحبون أنتم أيضا اكتبوا لي في التعليق. هناك أنواع أخرى من برينجلز شيبس أو برينجلز أوريجينال، فيها ألوان أخرى مثل الأحمر، أخضر، أصفر، أزرق، بنكهات جميلة ولذيذة جدا. أرجو الاستمتاع بالفيديو وأتمنى أن يعجبكم. وداعا